شهدت قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2022 جدلاً واسعاً بعد استبعاد كارلوس كيروش عدداً من النجوم، وعلى رأسهم لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة ومصطفى فتحي لاعب الزمالك، بالإضافة إلى استبعاد أحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان المحترفين في الدوري التركي الممتاز. وللمزيد أرحب بضيف الصحفي الرياضي محمد الجزار الذي ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من الدوحة. كابتن محمد مساء الخير. أولا، ضجة كبيرة حول اختيارات كارلوس كيروش في تشكيلة المنتخب المصري والقائمة التي استدعاها لخوض مباريات كأس الأمم الأفريقية، أليس من حق المدرب أن يضع الأسماء التي يراها مناسبة لتشكيلته ولخوض هذه البطولات؟ مساء النور عليك، تحياتي ليك وكل المشاهدين الكرام. بالتأكيد وضع طبيعي جدا، المدرب يختار اللاعب اللي يحتاجه واللي يخدم خططه واللي يخدم طريقة لعبه، لكن المشكلة ان بعض الناس بتتعامل مع الامور وكأن هي المدرب او كأن هم اعضاء في الجهاز الفني. المدرب في النهاية هو صاحب القرار الاول والاخير، وهو صاحب الحق في الامور الفنية، هو يختار من يشاء، يختار اللاعبين المفيدين ليه والخطة لعبه والطريقة اللي هيعتمد عليها. يمكن الجدل ده أعتقد أنه أمر طبيعي ووارد جدا وبيحصل دايما في أي بطولة كبيرة وبيحصل مع أي مدرب في العالم، المدرب الذكي أو المدرب الشاطر اللي هو دايما يكون عنده رؤية وعنده توجه للأهداف أو عنده أهداف محددة وواضحة في أي بطولة يشترك فيها، مين اللي هيكون مفيد ليه، بعيدا عن النظر لما يقال في الاستوديوهات التحليلية أو حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، لأن المدرب اللي هياخد بعين الاعتبار إرضاء الجمهور وإرضاء السوشيال ميديا وإرضاء المحللين والاستديوهات التحلية هو مدرب فاشل ومدرب لا يستحق أن يكون موجود على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر أو أي منتخب كبير منافس على الألقاب والبطولات. نعم محمد، قبل البرنامج سألتك وقلت أن قلبك مليان بهذا الخصوص، الكلام الأكبر كان عن محمد مجدي أفشة، استبعاد المدرب لهذا اللاعب. الجميع شاهد مستوى محمد مجدي أفشة في كأس العرب، كان بعيد عن مستواه، ربما لم يتناسب مع خطط المدرب بأسلوب 4-3-3. هو لاعب لا يعتمد على، هو يعني لاعب في مركز آخر ليس مناسب لأسلوب المدرب، ربما هذه حرية بالنسبة لهذا المدرب، ربما هو غير مقتنع فنيا بمحمد. شوف يا احمد، هتقول لي بتحب أفشة، هقول لك اه طبعا، ومين ما يحبش أفشة سواء اهلاوي او حتى عدد كبير جدا وقطاع عريض جدا من الجماهير المصريه بيحبوا القيمه الفنيه والموهبه للاعب ده، اللي الحقيقه في مركز رقم 10 عادل بريق وعادل رونق للبلاي ميكر او صانع الالعاب اللي يمكن افتقدناه بشكل كتير جدا في السنوات الاخيره خصوصا بعد اعتزال ابو تريكه. لكن على الجانب الاخر هتقول لي تقارن أفشة بمنتخب مصر ولا تحب أفشة أكتر ولا المنتخب أكتر؟ هقول لك لا، مع احترامي لأي لاعب، أنا الأساس عندي والأهم عندي هو المنتخب، أي لاعب موجود بقى سواء لاعب في النادي الأهلي أو الزمالك أو أي نادي آخر، مفيش توازنات، مفيش حد أكبر من المنتخب أو أهم من المنتخب. لو في أي لاعب تاني بديل لأفشة هيكون على المستوى وهيكون إضافة للمنتخب، أهلا وسهلا بيه، ما عنديش أي مشكلة ولا عندي أزمة في كده، ولازم الناس يكون هو ده نظرتها للأمور. الأمور مش، ما ينفعش إن احنا نبص لها إن أنا مثلا بشجع الأهلي يبقى لازم اللاعب بتاع الأهلي أو النجم الكبير في النادي الأهلي يكون موجود في المنتخب. لا، زي ما قلت في بداية كلامي، الأساس هو رؤية المدرب الفنية واختيارات المدرب الفنية. وحتى نكون منصفين أيضا، تغيير مركز أفشة في الفترة الأخيرة أثر على مستواه في النادي الأهلي وأثر على مستواه مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب. لا، احنا كنا واضعين آمال أكبر بكتير جدا على أفشة. نعم، ابقى معي محمد لنتحول استعراض أبرز اللاعبين الذين تم استبعادهم عن تشكيلة منتخب مصر لخوض مباريات كأس الأمم الأفريقية. الرياضي محمد الجزار، محمد يعني خلال الجرافيك كنت تكتب وبسرعة، ضجة أخرى أثيرت حول استبعاد لاعب آخر هو طارق حامد، لاعب كان أساسي في المنتخب المصري منذ سنوات، لاعب يعتبر بدني وكثيرون يعتبرونه أفضل لاعب وسط في مصر، لكن خيارات كيروش أيضا استبعدت هذا اللاعب، ربما كان يفكر بإضافة فنية أكثر من إضافة بدنية، مع الانتقاد أن بطولة إفريقيا تحتاج إلى لاعبين بدنيين.
شوف، يمكن هي وجهة نظر مستر كيروش في الاعتماد على مجموعة بعينها من اللاعبين، يمكن باستثناء عبدالله السعيد اللي يمكن عمره 38 سنة. المدرب بحاول ينزل بمعدل أعمار اللاعبين، ببص لأبعد من بطولة أمم أفريقيا وحتى كاس العالم 2022، بحاول يبني منتخب كويس وعنده قناعاته الفنية وعنده رؤيته الفنية. يمكن هو بالنسبة لطارق حامد طبعا لاعب لا يختلف عليه اتنين، لاعب كبير جدا، وأنا شخصيا لو تقولي من الناحية الفنية كنت أقولك أتمنى وجود طارق حامد. طارق لاعب مقاتل، لاعب دايما بيغطي على زمايله، بيتحرك في كل أرجاء الملعب، لاعب عنده روح قتالية، عنده خبرة كبيرة جدا، لكن في النهاية هي قناعات المدرب الفنية اللي شايف إن ممكن النني مع عمرو السولية مع مهند لاشين، وممكن كمان في تفكير إن تريزيجيه يدخل في وسط الملعب في حالة إن، ومش في حالة ده بالتأكيد، عمرو السولية مش هيلحق بالمباراة، فهو قناعاته واللعيبة اللي هتديله أكتر أو تنفذ تعليماته أو تقدم العطاء المطلوب جدا داخل مستطيل الأخضر. نعم، هي دي قناعاته، دي وجهة نظر. محمد تكلمت عن فكر كيروش في تنزيل أعمار اللاعبين، لكن كيروش في نفس الوقت استبعد لاعبين مثل مصطفى فتحي وأحمد رفعت وهم لاعبين شباب وتألقوا في كأس العرب. ما هو أنت يعني أنا شايف أن دي نقطة إيجابية، أن أنا يكون عندي أكتر من لاعب في مركز واحد ولاعب وقت محتاجه في فترة معينة أو في بطولة معينة يكون جاهز. خلاص أنا عندي دلوقتي أن مصطفى فتحي مصنف أنه من اللعيبة اللي ضمن خيارات مستر كيروش، لكن يمكن في البطولة دي في أكتر من لاعب في نفس المركز. مصطفى ما كانش في البطولة كاس العرب بالصورة اللي كان الناس وضع عليه أمال كبيرة جدا خلال البطولة دي، لكن على الجانب الآخر هو خلاص ضمن الحسابات. ممكن دي تكون فرصة أنه يستبعده من البطولة زيه زي قفشة، أنه يشد حيله أكتر، يجتهد على نفسه أكتر، يحاول انه يكون موجود في الفترة اللي جاية. ويمكن الحقيقة مستر كيروش واضح انه مش راجل عنيد، لا راجل عنده فليكسيبيليتي، عنده مرونة، ما بيتمسكش برأيه بشكل كبير، لدرجة مثلا ان في لعيبة ما كانتش موجودة في كاس العرب وشتها موجودة في قائمة كاس الأمم الأفريقية، والعكس صحيح. يمكن لعل أبرزهم اللاعب محمود علاء مدافع نادي الزمالك، كمان محمد شريف. كان نعم. محمد شريف مش داخل قوي ضمن خياراته، لكن اعتمد يعني عليه لأنه عنصر خبرة. كمان مروان حمدي كان متمسك أنه يديله الفرصة، لكن ما أثبتش بوجوده بشكل كبير فاستبعده من قائمة أمم أفريقيا. نعم. فالخيارات الفنية كتيرة، وما يكون عندك صف أول وصف تاني ده مكسب كبير جدا لمنتخب مصر. عشان كده وفي سريعا حتى لو طيل، لازم يبقى في سبورت للعيبه اللي موجوده دلوقتي، لان احنا لما بنتكلم كتير عن اللعيبه المستبعدين وليه ده ما يكونش موجود مكان ده، احنا كده بنقلل من اللعيبه اللي موجوده ومش بندي لهم الثقه. لا جميل. لازم الجمهور المصري يدي لعيبته الثقه، لان البطوله كبيره والبطوله قويه، وان شاء الله اي 11 موجود في الملعب يدافعوا عن الوان منتخب مصر بكل قوه. جميل. ربما لو اتيحت الفرصه للصحفيين والنقاد والرياضيين لاختيار تشكيلة المنتخب ربما تزيد القائمة عن 100 لاعب، لكن الأهم هو الثقة كما تقول محمد، الثقة بالمدرب وباللاعبين، ومن بعد ذلك يتم الحساب بعد نهاية البطولة. يا أحمد ده مش النقاد والمحللين، ده أنت لو فتحت المجال للمئة مليون كل واحد هيدي لك قائمة مختلفة ويختار أسماء معينة وكل واحد قناعاته، لأن هي في النهاية رؤية فنية بتختلف من شخص لآخر. كرة القدم هي رياضة، هي كرة قدم في النهاية وليست علم أو كيمياء أو أحياء، إن احنا بنعمل معادلة واحد زائد واحد بيساوي اتنين أو أو زائد سي يدينا سي أو تو الحاجات، لا هي كورة في النهاية، كل واحد وعنده خياراته وعنده قناعاته، وده مدرب الفريق، هو ليد كوتش، هو اللي مسؤول. نعم. هو اللي عارف هيلعب بطريقة ايه. أنا ما أقدرش أقول له خد لاعب أو خد فلان عشان تلعب بطريقة 4-3-3 أو تلعب 3-5-2 أو 4-4-2، لا هو في دماغه الخطط والطرق اللي هيلعب بيها، مش هيلعب مع نيجيريا بنفس الطريقة اللي بيلعب بيها مع السودان أو مع غينيا بيساو، مع نعم. احترامي طبعا ليهم. بعد كده أكيد في كل مباراة ليها ظروفها وليها خياراتها الفنية، فالموضوع بسيط جدا، والموضوع لازم الناس تتقبل دايما إن المدرب طالما مدرب كبير وطالما مدرب بيعمل شخصية للمنتخب، إن أنت تكون واثق فيه وواثق في قدراته وواثق في نعم. محمد قدرته ابقى معي، إنه يقودك في ابقى معي محمد ويحقق أحلامك ويحقق طموحاتك. ابقى معي محمد لنستعرض الآن نعم. سويا أبرز الأسماء التي آمن بها المدرب كارلوس كيروش وطلبها في هذه التشكيلة الأولية لكأس الأمم الأفريقية. عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي الرياضي محمد جزار من الدوحة عبر الأقمار الصناعية.
محمد، هناك نقطة مثيرة للاهتمام، وهي اختيار 25 لاعب في القائمة، مع العلم أن الاتحاد الأفريقي يتيح اختيار 28 لاعب، لكن في ظل حالات الإصابة بفيروس كورونا والانتشار الكبير، ألا تجد أن هناك يعني تقليل بعدد اللاعبين؟ كان بالإمكان وضع لاعبين احتياطيين ربما تستدعيهم في المشاركة، ربما يكون هناك إصابات لا سمح الله بكورونا، أليس ذلك مغامرة من الجهاز الفني؟ هي طبعا دي النقطة، رغم ان انا كنت بدعم وكنت بشيد بمستر كيروش وبخياراته، بأكد على الدعم لاختياراته، لكن في النقطة دي بالذات انا شايف انه فيها نقد لي، لان الحقيقة انت زي ما انت قلت يا احمد، في ظروف كورونا وضع الامور ما تعرفش بعد كده الامور هيكون فيها ايه، المستجدات اللي ممكن تكون موجوده في ويندي او ايه اللي ممكن يحصل لا قدر الله لعيب يتصاب، فانت كان من الممكن ان انت لا ليه خد قائمتك كامله، حتى لو 30 لاعب خد القائمه طالما الكاف مديلك الحق في ده، وبعد كده انت عايز تغير، عايز تلعب ده مش عايز تلعب ده، محدش يقدر يلومك، لكن هو كان وجهه نظره على الجانب الاخر ان انا واخد اربع حراس وعندي 21 لاعب، هعتمد على او هدرب 21 لاعب، هركز اكتر معاهم، هكون يعني في قمه التركيز معاهم، فطبعا يعني هي دي كان نقطه انتقاد، وانا شايف ان مستر كيروش مش محق فيه على الاطلاق. الصحفي الرياضي محمد جزار، كنت معي من الدوحه، شكرا على كل هذه الاضافات. الى هنا ناتي الى ختامي في الرياضه، للمزيد زوروا موقعنا الالكتروني trtarabi.com، كما يسرنا استقبال ارائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستغرام ويوتيوب. الى اللقاء.